بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، ثم أما بعد، أهلا بكم في هذا العرض الذي يحمل عنوان المعالجة التربوية. من أبرز المشكلات التي تواجه المعلم في تأدية رسالته التربوية وجود هوة بين التلاميذ النجباء والتلاميذ الضعفاء، والتي ما فتئت تزداد اتساعا، بل بلغت درجة أحدثت تباينات في المستويات يصعب تسييرها في القسم. وتعود أسباب وجود هذه الهوة التي لا يمكن استدراكها في بعض الأحيان إلى عدم معالجة صعوبات التعلم في حينها، وبتراكمها عبر سنوات الدراسة يصعب حلها. وللتخفيف من حدة هذه الظاهرة، فقد أدرجت في جدول توقيت القسم حصة المعالجة التربوية، وصارت من مهام المعلم ليشكل أداة ضبط وتعديل ضروري لتحسين مردود التلاميذ وتقليص المشكل في مواد اللغات الأساسية، وهي اللغة العربية واللغة الفرنسية والرياضيات. تعريف المعالجة التربوية. المعالجة كلمة ترتبط بالمعنى الطبي، إعطاء دواء أو استشفاء أو تقديم علاج. أما المعالجة التربوية فهي من المصطلحات الحديثة التي تستعمل كثيرا في البيداغوجيا، وتعني تدارك النقص الملاحظ لدى المتعلمين بعد عمليتي التقييم والتشخيص، وهي كذلك مجموعة الترتيبات البيداغوجية التي يعدها المعلم لتسهيل تعلم التلاميذ. وينبغي أن تتم المعالجة التربوية بطرق بيداغوجية ملائمة بإمكانها مساعدة التلاميذ المعنيين من تجاوز صعوباتهم، وذلك بتكييف طرق التدخل وتشخيص مواطن الضعف لاستدراكها، واللجوء إلى تفريد التعلم عندما يكون ذلك ممكنا. لماذا كلمة المعالجة عوض الاستدراك أو الدعم؟ كلمة استدراك بمفهومها العام تدل على تأخر ينبغي إزالته، أو إخفاق أولي، أو فشل ينبغي تصحيحه، ويكون ذلك بدرس أو امتحان استدراكي للنقاط الواجب استدراكها، والهدف من ذلك هو التعويض السريع لذلك الضعف الملاحظ. الدعم البيداغوجي هو شكل من أشكال المعالجة التربوية يرافق التعلم بهدف اجتناب القيام بعمليات أخرى بعد الدرس، أي لا ينتظر حتى يحصل التأخر ليتم التدخل. إنه يتوجه إلى تلاميذ لم يفهموا فكرة من البرنامج، لكنهم لم يصلوا بعد إلى درجة الصعوبة الدراسية، وهو بذلك يشكل جوابا مكيفا لمشكلة آنية ومؤقتة، ويمكن أن يتم من طرف متدخلين آخرين. الفئة المعنية بالمعالجة. تنظم حصص المعالجة التربوية خلال الأسبوع لفائدة التلاميذ الذين يظهرون صعوبات في استيعاب بعض المفاهيم المدروسة وفي اكتساب تعلمات جديدة لاحقة. وسائل تحديد الصعوبات. يمكن للمعلم حصر الصعوبات وتحديد الفئة المستهدفة بالمعالجة من خلال: أولاً، الملاحظة الواعية داخل القسم. ثانياً، الاختبارات الشهرية والفصلية. ثالثاً، طريقة القراءة والكتابة والإملاء. رابعاً، الإهمال الدائم في عمل الواجبات. خامساً، الارتباك وعدم الثقة في النفس. أخيراً، الاتكالية على زملائه في حل الواجبات. العوامل المسببة لظهور الصعوبات لدى التلاميذ. وجود الصعوبات في التحصيل الدراسي هو نتاج عوامل متعددة متداخلة تتفاوت في نوعها وتأثيرها من حالة إلى أخرى، وبعض هذه العوامل وقتي عارض وبعضها دائم. ومن أبرزها: أولاً، عوامل عقلية تتمثل في انخفاض نسبة الذكاء وضعف الذاكرة، وحاسة كضعف السمع أو البصر،
أوعاها مثل صعوبة النطق أو عيوب الكلام. ثانياً، عوامل شخصية تتعلق بالتلميذ: الإهمال في أداء الواجبات، عدم الانتباه داخل القسم، وانخفاض الدافعية للتعلم. ثالثاً، عوامل مدرسية: طريقة تدريس المعلم، عدم التكيف مع الجو الاجتماعي المدرسي. رابعاً، عوامل أسرية: عدم توفير الجو المناسب للمراجعة في البيت، والحرمان الثقافي والاقتصادي. أنماط المعالجة: ثمة أنماط من المعالجة تتراوح من المعالجة البسيطة إلى المعالجة المركبة، ومنها: أولاً، معالجة تعتمد التغذية الراجعة كتصحيح المتعلم في الحين، أو مقارنة التصحيح الذاتي بتصحيح يقدمه طرف آخر. ثانياً، معالجة تعتمد الإعادة والأعمال الإضافية كمراجعة مضامين معينة من التعلم، أو إنجاز تمارين إضافية لدعم المكتسبات وتركيزها، أو مراجعة المكتسبات القبلية. ثالثاً، معالجة تعتمد استراتيجيات تعلم بديلة كاعتماد طرائق تربوية بديلة قصد إرساء المكتسبات. رابعاً، تدخل أطراف من خارج المؤسسة: اللجوء إلى أطراف من خارج المؤسسة التربوية كالمختصين في تقويم النطق أو أطباء العيون والسمع وعلم النفس، من أجل تصحيح اضطراب ما في السلوك أو خلل ما في التعلم. كيف تتم المعالجة؟ جماعياً، إذا لاحظ المعلم بعض الصعوبات المشتركة لدى أغلبية التلاميذ. ضمن أفواج صغيرة: إذا لاحظ المعلم أن بعض التلاميذ يعانون صعوبات متشابهة. على مستوى كل تلميذ: إذا استطاع المعلم أن يجعل كل تلميذ يعمل فردياً. تقنيات العلاج: أولاً، حسب مستوى كل مجموعة يتم توزيع التلاميذ إلى مجموعات ثلاثية أو رباعية حسب النقائص المُلاحظة المشتركة، ويدعى كل تلميذ إلى العمل الفردي، ثم مقارنة عمله بنتائج عناصر المجموعة. ثانياً، العمل بالتعاون: يجلس تلميذ متميز مع تلميذ لم يتملك بعد الكفاية اللازمة، ويساعده على تجاوز صعوباته. ثالثاً، العمل بالتعاقد: كل تلميذ يعقد اتفاقاً مع المعلم فيحدد له عدداً من الوضعيات لإنجازها في وقت محدد. أين يكون العلاج؟ أولاً، في القسم، يتم من قبل المعلم والتلاميذ. ثانياً، خارج القسم، يتم من قبل المعلم نفسه أو معلمين آخرين أو التلميذ نفسه أو صديقه أو الأولياء أو المختصين في التربية وعلم النفس. متى يتم العلاج؟ في بداية التعلم، خلال التعلم، فترة مبرمجة، حصة المعالجة التربوية. استراتيجية العلاج في الإنتاج الكتابي: التكثيف من الأنشطة الكتابية، التواصل باللغة العربية الفصيحة، العلاج الحيني للأخطاء، استثمار قصص المطالعة بالتلخيص وإبداء الرأي، تشجيع التلاميذ على التراسل، استثمار المشاريع لفائدة الإنتاج الكتابي، التعاقد مع التلاميذ المتعثرين لإنجاز تمارين كتابية خارج المدرسة، تشجيع العمل الفوجي، استثمار النصوص بمحاكاة بنيتها، التلخيص والاختزال، إعطاء حصة الإنتاج الكتابي المزيد من العناية بمتابعتها مع التركيز على ذوي الاحتياجات الخاصة. مبادئ تطبيق الفارقية: الانطلاق من مكتسبات كل تلميذ لإعانته على تجاوز صعوباته بتثمين كفايته بدل السخط على نقائصه، مراقبة التلاميذ بانتظام وعن كثب أثناء إنجاز المهمات الصعبة، الاعتماد على العمل الجماعي ليتمكن المتعلمون من اكتشاف وجهات نظر أخرى
ومن الوعي بملامح شخصياتهم. تنويع الوضعيات المقترحة ليجد كل متعلم مهمة على قدر مقاسه. تشجيع التلاميذ على الاستقلالية. إرساء مناخ علائقي يثير دافعية المتعلمين ويضمن انخراطهم في التعلم. مثال عن وضعية العلاج في اللغة العربية: وضعية كتابة رسالة إلى صديق. نصحح ورقة التلميذ معتمدين على مقاييس التصحيح لمعرفة مواطن القوة ومواطن الضعف لديه. يتم تنظيم المعالجة انطلاقا من ملاحظة جدول نتائج كل تلميذ بالنسبة إلى كل مقياس من مقاييس التصحيح، وتكوين أفواج يعمل كل فوج على مقياس معين، ثم نقترح نشاطات علاجية لكل فوج من هذه الأفواج. يمكن أن نقترح على الفوج الأول العمل على الربط بين التعليمة والسند، إعادة صياغة التعليمة، تعليم المقاطع المعنية في السند. يمكن أن نقترح على الفوج الثاني تمارين كإعادة ترتيب فقرة انطلاقا من جمل مبعثرة، أو إضافة كلمات الربط بين جمل في فقرة. يمكن أن نرى بالنسبة للفوج الثالث، إذا كان الفعل الماضي والفعل المضارع يطرحان أكثر المشاكل، ومن ثم نقترح تمارين إضافية. يمكن أن نعالج المقياس الذي لا يتحكم فيه الجميع جماعيا إذا تعذرت المعالجة ضمن الفوج. منهجية تحديد الصعوبات وعمليات التدخل العلاجي. في هذا الجدول نجد الصعوبات والتدخل العلاجي المقترح لها. الصعوبة الأولى: الصعوبات الناتجة عن عدم امتلاك المعارف والمهارات المساعدة في بناء المفهوم الجديد. يكون التدخل بتقديم وضعيات لبناء المفاهيم الأساسية المساعدة على اكتساب المفهوم الجديد واعتماد التغذية الراجعة كنمط معالجة. الصعوبة الثانية: الصعوبات الناتجة عن عدم استيعاب وبناء المفهوم الجديد. يكون التدخل بتقديم وضعيات تعليمية تسمح بتعديل المسلك التعليمي، أي اعتماد النمط الثالث من أنماط المعالجة التربوية. الصعوبة الثالثة: الصعوبات الناتجة عن عدم القدرة على توظيف المفهوم الجديد. ويكون التدخل بتقديم وضعيات تقييمية بسيطة لتوظيف المفهوم الجديد. هل من الواجب معالجة كل الصعوبات؟ ينبغي ألا نعالج كل صعوبات التلاميذ، فهذا طويل جدا وثقيل على المعلم. لذا نكتفي بتحديد صعوبة واحدة أو صعوبتين متكررتين وهامتين عند تلاميذ القسم، فنركز المعالجة على هذه الصعوبات بالذات. إن المعالجة في الوقت المناسب تمنع الوصول إلى ما لا يعالج، وتمنع تحول الصعوبة الدراسية
إلى فشل مدرسي.